جديدة من منشط أحمر، معي أنا ريمان عايسة إلى أبرز المنشطات. اعتداء وحشي على فتاة عراقية في بلجيكا يشعل الرأي العام في أوروبا. أبطالها مراهقون وضحاياها فتيات. حادثة التحرش الجماعي في البصرة تثير ردود فعل غاضبة وحملة على مواقع التواصل للحد من الظاهرة. وفي منشأة أحمر أيضا، شلل سياسي وبرلمان معطل وحكومة بلا موازنة وشارع غاضب. عقدوا أزمة سياسية في العراق تدخل عامها الأول والحلول غائبة تماما. أهلا بكم في المنشط الأحمر الأول. مقطع فيديو صادم يظهر مجموعة من المراهقين من ذوي الأصول الإفريقية وهم ينهالون بالضرب على فتاة عراقية في بلجيكا في مشاهد صادمة أثارت غضب الرأي العام في بلجيكا وأوروبا بشكل عام. سأكتفي بهذا التعليق وأترككم مع هذه المشاهد. هذا المنشط ينضم معي والد الفتاة العراقية شمس حيدر الموسوي عبر سكايب من بلجيكا، وكذلك الناطق الرسمي للحزب الليبرالي في بلجيكا ومستشارة في رئاسة الوزراء البلجيكية من أصول عراقية زلفة مظلوم، وكذلك الصحفي السوري من بودابست فارس زخور. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ منك سيد حيدر. بداية حدثني أكثر عن هذا المقطع، الرواية الكاملة، ما الذي جرى خلف الكاميرا، كيف بدأ هذا الشجار وكيف انتهى بهذه المشادة وهذا الضرب المبرح؟ تفضل. السلام عليكم. طبعا اولا تحياتي لكم جميعا. بلش الموضوع قد ما تلقيت اتصال من المدرسة بحدود الساعة 11 انه بنتي دخلت بنقاش مساجلة كلامية ويا احد الطلاب، وكانت المدرسه تريد تبلغني انه فقط الموضوع مساجله كلاميه وانتهى الموضوع. لا. الطفله انا تعاقبه واللي هي بنتي والطفله الثانيه. بعد ما اتضح لي انه ورا ما وصلت عاقبوا ابنتك؟ عاقبوها لانها مجرد دخلت بسجال ويا طالبه. هذا اللي وصلني من المدرسه اللي وصلني. نعم. أنا ما متواصل ويا بنتي بهاللحظة كنت. تمام. الساعة بالخمسة ونص اجتني بنتي للبيت، أحد الطلاب والطالبات أسعفوها إلى البيت. أنا ما عندي علم. طيب. أخذت بنتي شفتها بحالة يعني يرثى لها، طبعاً شعرها متقطع متعنفة بطريقة لا يرثى لها.
متعرضة للسرقة بنفس الوقت ويا الضرب، وصوروها ونشروها على السوشيال ميديا. أول ما بيدي أسعفت بنتي للمستشفى، بعدها بلش التحقيق وبلشت توصلنا فيديوهات من الطلبة الباقين اللي بالمدرسة. يعني أنت قبل أن يصلك الفيديو سيد حيدر لم تكن تعلم بأن هذا ما حصل فعلا وأنها تعرضت إلى هذا الكم من الضرب؟ نهائيا، صار تكتم إعلامي بالمدرسة على الخبر. هسه راح أجيك بالقضية. أنا طبعا أريد لازم القضية توصل بعد أكثر. حاولت أنه أوصلها للصحافة كاملة البلجيكية، ما وصلوا صوتي بالصورة المطلوبة. البنية تعرضت إلى الضرب داخل ساحة المدرسة. البارحة كنت في لقاء مع عمدة البلدية مال المدينة اللي عايش بها ومدير الشرطة. المدرسة تكتمت على الخبر، المدرسة ما بلغت الشرطة، لكن هذا تزييف من الحقيقة من قبل المدرسة على ما أعتقد. بالضبط. طب ما هو موقف الشرطة البلجيكية؟ كيف تعاملت مع المدرسة، مع إدارة المدرسة ومع البنات الذين اعتدوا على ابنتك؟ كلهم طلعوا، أعطاهم القاضي إفراج لأنه القانون البلجيكي مع القاصرين جدا سمح وجدا سهل. أطلقوا سراحهم بعد 4 ساعات مجموعة، والمجموعة الباقية بنفس اليوم عشية اليوم الأول طلعوهم كلهم أعطوهم إفراج. بنتي تعرضت إلى ضرب داخل المدرسة، والمدرسة ما اتخذت أي إجراء قانوني بحق هذولاك. الطالبة اللي دخلت بمساجلة وياها دزوها للبيت ليوفروا لها الحماية إلها، دزوها للبيت الساعة 3 الظهر، مدارسنا تخلص بالخمسة إلا ربع. بنتي طلعوها بالخمسة، انطوها مثل الهدية إلى باقي الجروب المتوحش. دا تفتهمين علي شلون صارت القضية؟ صارت داخل المدرسة بضرب بعلم الإدارة، ما اتخذوا الإجراء اللازم، ما بلغوا الشرطة، ما بلغوني. أين كانت إدارة المدرسة في وقت وقوع الحادثة عندما تعرضت شمس إلى كل هذا الضرب؟ إذا وصلتكم الفيديوهات كاملة، أكو فيديو ثاني صار في داخل المدرسة. نعم. ودزيت الموقعكم وتواصلت ويا الصحفي اللي تواصل وياي. نعم. وصلت له الفيديوهات، صار داخل المدرسة، خلينا نقول المدرسة حاولت أنه تغطي القضية في سبيل أنه لا تجيها حكاية أنه صارت هالمشاجرة هاي. طبعا هم مسؤوليتهم داخل المدرسة. طيب، تركوا البنية ساعة بالخمسة طلعوها للشارع، أنا ما عندي علم بالموضوع. لقيت جروب ثاني ينتظرها مثل هذا الفيديو اللي طالع حاليا، هذا البلشوا يضربون بها بطريقة وحشية ضد الإنسانية، ضد حقوق الطفل، ضد كل شيء. حاليا أنا رافع دعاوي على كذا واحد، على المدرسة، على الإدارة. تواصلت ويا جهات هنا قانونية بلجيكية، كل اللي قدروا يساعدوني به أنه يقدمون بلاغات. طيب. للشرطة، بس الشرطة القانون البلجيكي يحمل الأطفال اللي تحت ال 18 سنة، ولهذا هذا صراحهم. هل يعني هذه المدرسة يعني خاصة بذوي البشرة السوداء سيد حيدر، هل هذه الحادثة يمكن اعتبارها على أنها عنصرية من قبل الطلاب الأجانب ضد العرب، عنصرية من نوع آخر؟ كيف؟ المدرسة طبعا بها مختلف الجنسيات. نعم. بها من جميع أنحاء العالم، وبها أغلبية خلينا نقول بلجيكيين من أصول بلجيكية. نعم. الأطفال المجموعة، ما أقدر أقول أطفال طبعا، المجموعة المتوحشة هذه عندها سوابق من غير مدارس ومفصولين ومترقن قيودهم بغير محافظات، وناقليهم إلى هذه المدارس لأنه التعليم إلزامي بأوروبا، فمجرد أنه حتى يشغلون مكان بالدراسة. طب فقط كم أعمار هؤلاء الفتيات؟ الأعمار يعني بين 14 إلى 16، ولكن التحقيقات مال الشرطة تفيد أنه هناك 2 مستدعيهم من أقاربهم، هم أعمارهم فوق السن القانوني مال القاصر. يعني الشرطة أيضا تلاعبت بالضبط، بالرواية؟ التحقيق الأولي أنا كشخصيا وصلني أنه أكو 2 من اللي هجموا على بنتي جايين من غير مدن، هم كانوا أعمارهم فوق 18 سنة،
بعد التحقيق الثاني والأخبار اللي بلشت تطلع بالتلفزيون، جميع الموجودين أعمارهم تحت السن القانوني اللي يلزم القانون بحبسهم. نعم، أنتم ربما تواصلتم سيد حيدر مع الست زلفة مظلوم التي من المفترض أن تكون معي، لا أدري إن أصبحت جاهزة. تواصلت وياها وهي يعني ما قصرت، قامت باللازم. نعم، اتصلت بعمدة المدينة، عمدة المدينة يعني طيب النظام الإداري، العمدة هو رئيس وزراء مصغر. خليني أتوقف، من الصعب كلش إنه أتواصل وياه. يعني معك سأعود إليك للحديث أكثر عن وضع شمس ويعني الحالة النفسانية لشمس بعد تعرضها لهذا الحادث، وهذا الذي يمكن أن يندرج تحت أيضا إطار العنصرية والتنمر. عفوا سيد فارس زخور، أهلا بك مجددا، وأنت صحفي سوري مقيم في بودابست. كيف تؤشر هذه الحالات، أو كيف تقيم هذه الحالات، مدى خطورتها اليوم في أوروبا في الغرب؟ تنامي خطاب الكراهية العنصرية حتى وصل أيضا إلى أطفال داخل المدارس. تفضل. تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الشرقية سيدة الكريمة. هذه واحدة من الحوادث التي تحدث كثيرا ونرصدها دائما، إن كان في أوروبا أو في أي مجتمع متعدد الثقافات مثل الحياة في كندا أو في أستراليا، وهذا الخليط الغير متجانس الذي نرى. هي واحدة من الحوادث التي تحصل اليوم. نحن ندين بأي شكل من الأشكال أي حادث عنصري، أي نوع من أي سلوك له أبعاد طائفية أو عنصرية أو اعتداء عنيف على أي شخص كان، هو مدان مهما كان جنس أو عرق أو جنسية مقترفه. المشكلة اليوم في هذه الحوادث سيدتي الكريمة، تنقسم المشكلة إلى شقين. الشق الأول أننا نحن نتوقع من المجتمع الأوروبي أو نتوقع من البيئة الأوروبية بشكل عام أنها بيئة حضارية، بيئة منفتحة، بيئة تحترم القانون. هذا صحيح، الشعب الأوروبي هو شعب منفتح على الآخر، هو شعب يحترم القانون. لا. هو شعب دائما ما هنا المفارقة فارس، يعني لا. أنه شعب لا. منفتح ينادي بالحرية. نحن نرفع سقف التوقعات في هذا المجال. بالنهاية في نهاية الأمر هو شعب غير منزه عن الخطأ، له عنف، له ما له من العنف، له ما له من العنصرية، عنصري بحق بعضه الآخر. يعني اليوم في بعض المكونات داخل المجتمع، طبعا الحديث عن المجتمع الأوروبي بشكل عام هو قد يكون نوع من التعميم الجائر، كل بلد له خصوصية معينة، لكن اليوم في داخل البلد الواحد هناك عنصرية وهناك طائفية وهناك وحشية، ونرى هذا الموضوع في مناسبات عديدة مثل مباريات كرة القدم. أنت صحيح فارس، أنت صحفي وتنظر بعين الصحفي. نعم. إن لاحظت هذا الفيديو، من قام بالاعتداء عفوا هم فتيات من ذوي البشرة السوداء، أكثر الشعوب الذين تعرضوا عبر التاريخ إلى العنصرية والكراهية. يعني كيف ذلك سيدتي الكريمة؟ العنصرية والطائفية أو الاعتداء العنيف ليس له عرق أو لون أو جنس. في أوروبا تحديدا أحيانا بعض العرب يرتكبون بعض الممارسات العنصرية. دعيني أنتقل إلى الشق الآخر، هو موضوع نحن العرب لماذا دائما نتلقى هذه الصفعات العنصرية ونصدر المشهد للرأي العام عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كم المشهد كهذا. نحن نتباكى ونحن نتعرض إلى هذه الصفعات. أين اليوم هذه العقول والأدمغة الموجودة في أوروبا من قبل العرب؟ لماذا لا يوجد صوت عربي واحد؟ لماذا لا يوجد لوبي أو قوة فاعلة على أرض الواقع؟ ليس فقط للدفاع عن هذه الممارسات والسلوكيات، لتصدير ما يقوم به العرب في أوروبا. اليوم المطلع ومن يقرأ الصحف ومن يقرأ المواقع الخاصة بالجاليات العربية في أوروبا يرى في اليوم مئات وآلاف الإنجازات التي يسطرها العرب، لا أحد يسمع بها. لماذا؟ لأنه لا يوجد هذا الصوت العربي الجامع المدافع عن العرب والذي يصدر إنجازات العرب. هي هذه المشكلة اليوم. والتعتيم الإعلامي عفوا الذي تمارسه المؤسسات أو الحكومات كما تحدث السيد الكريم هو صحيح ومفتعل ودائما يرى. ومنذ أسبوع رصدنا حالة في فرنسا مشابهة لطفل سوري تعرض للضرب، وقامت الإدارة بالتعتيم الإعلامي على هذا الموضوع لغرض عدم إفساد البروباغندا الأوروبية التي تقول نحن نرحب ونحن نرحب بالاندماج ومرحب كل الثقافات لدينا. وعلى كل حال يعني فارس، أيضا السوريين من أكثر الشعوب الذين تعرضوا إلى التنمر والعنصرية في الفترة
الأخيرة. ابقى معي أنت وضيفي الكريم لأستعرض يعني بعض من هذه المعلومات حول تنامي هذا الخطاب، خطاب الكراهية حول العالم. تشير التقارير إلى أن قيم التسامح في أوروبا بدأت تتراجع شيئا فشيئا مع ظهور حركات وأحزاب مناوئة للهجرة إلى دول القارة. خطاب التمييز بات واضحا حتى في كلمات بعض السياسيين، لتتحول الكلمات إلى فكر يسود المجتمع وينتج تلك المشاهد التي تابعناها قبل قليل. المفارقة أن ذوي البشر السمراء هم أكثر من تعرضوا للعنصرية في التاريخ، لكن التقارير في عالم اليوم تشير إلى غير ذلك وتكشف عن أنهم باتوا يمارسون العنصرية مثلهم مثل بقية الأعراق. إذن أعود إلى ضيوفي الكرام ومجددا إليك سيد حيدر، يعني حدثني أكثر، متى غادرتم العراق؟ لماذا غادرتم العراق؟ أليس تطلعا لمزيد من الحرية الاحترام حقوق الإنسان باعتبار يصنف العراق يعني من الدول، يعني يتذيل قائمة الدول في مجال حقوق الإنسان وحريات التعبير؟ تفضل. بالتأكيد أختي الكريمة، طبعا يعني العراق تعرض إلى كذا حرب متتالية، إلى فترة من الفترات يعني تقدرين تسميها الفترة المظلمة، ما راح لا التاريخ يقدر يسجلها ولا الناس تحاول تتذكرها. سبب هجرتي من العراق انه لبناء حياة كريمة، للمحافظة على حقوقي، على حقوقي كإنسان، لنشأة أطفالي، على الحقوق اللي هي يعني من الصعب انه اقدر احصلها بالعراق بهذيك الاوضاع. هل حصلت عليها سيد حيدر بعد ما جرى يوم امس؟ فعليا انا مغترب لي 13 سنه مغترب خارج العراق، بنيت اسره وعائله واحاول انه احافظ عليهم قدر المستطاع، لاني صاحب خلينا نقول تجربه وشايفها ببلدي، بس انه انصدم بواقع حال بعد 13 سنه من الغربه اتعرض الى وضع مشابه الى وضع داعش، من كان يلزم الناس بالشوارع ويضربهم ويهينهم ويعدمهم ويسوي لهم يعني بضربه من الضربات. بنتي كان ماتت لانه ماكو فد قانون يردع هذول، ماكو قانون سلامتها يردحهم. وضعها النفسي تعبان، وضعها الصحي تعبان، السلطة البلجيكية ما لحد الآن أنا ما حد يتواصل وياها، أنا شخصيا وجهود السيدة زلفة هي اللي وصلتني للعمدة ووصلتني لمدير الشرطة. طيب أنا ما حد يتواصل يعني سيكون وياها هناك اليوم. تعويض لشمس؟ حاليا يعني ماكو اي تعويض، ماكو اي اهتمام من السلطات القضائيه، من السلطات الحكوميه، من المدرسه شخصيا. انا اتواصل ويا المدرسه شخصيا، لا تفتهمين علي، يعني ما مهتمين للموضوع وكانما شيئا لم يكن، وكانما انه شمس او والدها او عائلتها. لماذا يعني تعتقد لانها عراقيه من اصول عربيه؟ لانها اجنبيه. اي خلاص، لانها اجنبيه يعني، لانها من اصول عربيه ومسلمه، خلاص هذا الشيء مو مهم. الشيء المهم انه الطفل الاوروبي يعيش بكرامه، بس احنا مجبرين بدفع الضريبه، مجبرين بدفع كل على كل حال. انا ما زلت بانتظار الست زلفة مظلوم لتنضم معنا في هذا الحوار. الاحزاب العنصريه اللي تهجم علينا، نعم، الاحزاب العنصريه ودعمهم بالشوارع للعنصريه تجاه العرب والمسلمين، هو هذا اللي يخلي الناس تتوحش اكثر تجاهنا. سيد حيدر، بينما احنا انا مواطن، امثل مواطن صالح من يوم وصولي الى لليوم، انا اشتغل وادرس وجهالي بمناصب مرموقه بالمدارس، انا بمنصب مرموق ادفع ضرائبي مثل اي مواطن، انتظر من الحكومه انه تعطيني حقي مثل اي واحد بهذه البلد. طيب سيد حيدر، فقط اطلعني اكثر على وضع شمس النفسي والجسدي ايضا. اكيد وضعها النفسي جدا صعب، لانه تعرضت الى قسوه التنمر، الى ظلم من الاداره، من الحكومه. كانت تتوقع انه الشرطه راح تجي تنصب فد مكان تلم به الاطفال كلها الواقفين، ما لا الشرطه دخلت، 17 دقيقه تتعرض الى الضرب بالشارع قدام بين مكان الحادث ومكان مركز الشرطه،
بالمدينه الان ساكن بيها ماكو 200 متر بين مدخل باب الشرطه، مدخل مركز الشرطه 200 متر بالضبط. ما خايفين اللي سووا هالجرم هذا، ما خايف لا من شرطه ولا من عقوبته، لانه يعرف كل الزين هو القانون وياه، هو بكيف يسوي اللي يريده، هو مجرد انه قاصر. هذا اللي موجود، بينما من تصير ناس نعرفهم هنا تعرضوا الى التهجير والتسفير من اوروبا بسبب اطفالهم. بس المواطن اللي جاي من الدول الافريقيه خلينا نقول ذات البشره السوداء يعطوه اهتمام اكثر. هذا احنا الظلم. طيب ما الذي تريده اليوم؟ اريدهم كلهم يرجعون للسجون، ما راح اسكت من هم؟ ولا راح من هم؟ كل يعني اللي ضربوه بالتيس واحد كلهم يرجعون للسجن، اكو سجون للاحداث واكو سجون للقاصرين واكو مراكز تاهيل واصلاحيه، مدير الشرطه شخصيا يقول لي مراكز الايواء الاصلاحيه فول ما بيها مكان، معبايه ما عندي مكان استقبل اعداد جديده. بس انا مو طب حدثني اليوم كيف تصلحهم، موضوعي انه ذولا كلاب سائر. انت ربما قلت قبل قليل بانك حاولت ان توصل القضيه الى وسائل الاعلام والى يعني اي شخص معني، حتى يعني الشرطه والاجهزه الامنيه في بلجيكا، ربما لم تتلقى استجابه كبيره، علما اننا نعرف يعني ان الاعلام الغربي سرعان ما يضج لأي حادثة تتعلق بحرية التعبير، بحقوق الإنسان، بانتهاك معين. لماذا لم تشهد تعاطفا من قبل الإعلام في بلجيكا حول هذه القضية؟ أختي الكريمة، لقائي كان ويا الأستاذة زلفة وعمدة المدينة ومدير الشرطة، بدينا نطرح لهم القضية بتفاصيلها، ما عندهم علم بالموضوع. الشرطة يعني الشخص اللي سوى تحقيق وبلش اخذ الافاده ما وصل التحقيق الى مدير الشرطه. نعم. مجرد انه قضيه عابره، المدرسه ما اتصلت بالشرطه. طيب. المدرسه ما بلغت بالجريمه. وضحت الفكره. تنضم معي الناطقه الرسميه للحزب الليبرالي في بلجيكا ومستشاره في رئاسه الوزراء البلجيكيه زلفى مظلوم، من اصل عراقي مهاجره استطاعت يعني أن تتبوأ هذا المنصب في بلد مثل بلجيكا، يعتبر بلد ديمقراطي، بلد يشجع على حرية التعبير وينمي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. إذن ست زلفى، كيف تقيمين هذه الواقعة، هذه الحادثة، وأنت كنت على اتصال مباشر مع والد الطفلة ومع الطفلة أيضا، إلى ماذا ترجعينها؟ ما هو السبب في بلد مثل بلجيكا أن تحدث مثل هكذا يعني انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق الطفل؟ شكرا للدعوة. طبعا أنا أبدي بأنه أقول بأنه أنا جدا جدا متأسفة على الحدث اللي صار مع أختنا شمس. أول ما سمعت عن الخبر اتصلت بالأهل للبنت، وفورا يعني اتصلت بالعمدة ومسؤول البلدية. نعم. وبالشرطة، ويعني اتفاجأت بأنه صح يعني هم يعني أبد ما أخذوا أي قرار بحماية هاي البنت. فمن اتصلت بالعمدة هو يعني استقبلنا بالبلدية هو ومدير الشرطة، يعني الصراحة هو هم يعني تعاطف ويانا، ويعني تعاطف يعني وشرحنا لنا، ومثل ما قال ابو شمس انه المدير يعني المسؤول البلدية ما كان يعرف اي شيء عن اللي صار بالمدرسة. هاي يعني مسؤولية المدرسة، ما اخذت اي قرار لحماية هاي البنت، يعني ابد لا اتدخلوا ولا اتصلوا بالشرطة ولا اتصلوا بالامبولانس، يعني خلوا هاي البنت يعني هي الدستني. لماذا هذا التعتيم على القضية؟ لماذا تم التعامل بهذه؟ اولا مسؤولية المدرسة ما اخذت اجراءات ابد، هاي يعني خطأ كبير. والمسؤول البلدية كمان يعني هو هم يعني انتقد هذا الشيء، يعني هو هم تفاجأ من احنا رحنا حكينا له، تفاجأ ما كان يعرف اي شيء. طيب استاذ زلفة، هل من الممكن يعني ان تقدمون يعني في بلد مثل بلجيكا ربما ياخذ كثيرا بالقانون وبالقضاء، هل هناك خطوة لان تقدموا ما لديكم من أدلة ووثائق الى
الجهات القضائية الجهات الرسمية لمحاسبة المدرسة ومحاسبة كل من صمت على هذه الجريمة أو حاول تكذيب الحقائق تدليس الحقائق ويعني تجهير الأمور إلى غير مكانها. هو امبارح حسب ما مدير الشرطة هم داعية يعني they're investigating الموضوع حاليا، بس تعرفين مثل ما تعرفين يعني بأوروبا تأخذ وقت، وثاني شيء اللي اعتدوا على البنت هم قاصر، يعني حكم القاصر بأوروبا يعني جدا صعب، يعني هاي يعني جزء من المشكلة بأنه القاصر صعب سجنه ببلجيكا، هذا قانون يعني هنا بأوروبا. خليني أتحدث معك يعني وليكون السؤال الأخير، يعني كيف نقرأ هذا التناقض في الواقع الأوروبي بين من هم يعني هم ينادون بحريات التعبير والمساواة وحقوق الإنسان، وبين هذه الانتهاكات المستمرة وتنامي لخطاب الكراهية والعنصرية؟ وأنت من أصول عراقية ست زلفة، واستطعت أن تكوني يعني امرأة ناجحة في هذا البلد، كيف نقرأ هذا التناقض؟ يعني مثل ما أنا تكلمت معك اليوم ده نشوف إيفولوشن بسياسة أوروبا كلها، بأنه يعني الأحزاب العنصرية الأحزاب المتطرفة تزداد وتتكاثر، مثل ما نشوف الانتخابات الماضية اللي صارت بإيطاليا ربح الحزب العنصري، والانتخابات بالسويد والدنمارك وحتى في بلجيكا الحزب العنصري ده يزيد تكبر نسبته، هذا يعني إيفولوشن بالنسبة لنا خطر. مع ذلك إحنا اللي يعني الجالية العربية يعني إحنا دعن نشتغل دعن نتعلم اللغة دعن نصير دكاترة دعن يعني دعن نكون بالسياسة، هم يعني هم ما يردون من إحنا الجالية نصعد مراتب عالية، هم ما يردون هذا الشيء فيحاربونا، مثل يعني يعني كسياسية بلجيكية من أصل عراقي ببلجيكا يعني هم يعني يحاربوني إلي، هم واجه نفس المشكلة، فاحنا يعني بالعكس لازم نجاوبهم بانه احنا نتعلم اللغه نشتغل ندفع ضرائب نبين لهم بانه احنا بالعكس احسن دا نصير احسن واحسن، وبالعكس احنا دا نفيد مجتمعهم دا مثل ما نشتغل يعني دا اشوف اني ما شاء الله هنا يعني باوروبا كثير اكو مثلا دكاتره مهندسين يعني ما شاء الله، فاحنا لازم يعني نوصل لهم هالفكره اكثر واكثر. نعم ست زلفة، يعني على كل حال الصوت انقطع، ولكن أنت أيضا أخبرتيني قبل البدء في هذا المانشيت بأنك أيضا أنت شخصيا تتعرضين للتنمر والعنصرية. لأختتم هذا المانشيت معك سيد حيدر، كلمة أخيرة توجهها لمن وما هي؟ تفضل. كل اللي أقدر أقوله أنه راح أظل وراء القضية إلى أن أخذ حقي. لازم 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 قانون يتغير، لازم شيء يتغير داخل اني ويا عمده المدينه لإعادتهم الى السجون، اعادتهم الى دوائر الاصلاح. اليوم بنتي باكر بنتك عقبه غير بنيه. نتمنى السلامه. شكرا جزيلا سيد حيدر لشمس، شكرا جزيلا لك والد الفتاه العراقيه شمس حيدر الموسوي، كنت ضيفا عبر سكايب. الشكر موصول إلى الناطق الرسمي للحزب الليبرالي في بلجيكا ومستشارة في رئاسة الوزراء في بلجيكا زلفى مظلوم من أصول عراقية. الشكر موصول إلى الصحفي السوري من بودابست فارس زخور. شكرا لكم. من فيديو الاعتداء على فتاة عراقية خارج العراق إلى فيديو آخر واعتداء آخر على فتاتين عراقيتين، لكن هذه المرة من داخل العراق، ويبدو أن العراقي ليس سالما لا في العراق ولا خارج العراق. إذن حادثة أخرى، تحرش جماعي حصلت في البصرة، مجموعة من المراهقين هاجموا فتاتين ومزقوا ثيابهما في حادثة تحرش يبدو أنها تزايدت خلال الآونة الأخيرة، ولولا تدخل الشرطة لما انتهى هذا المشهد الذي أثار ردود فعل شعبية غاضبة. نتابع. يا
هذا المنشط الأحمر، الناشطة المجتمعية فاتن خليل من أربيل ستكون معي. أهلا بك. أهلا بك. ست فاتن، يعني لا أدري كيف يمكن أن نصف ما جرى لهاتين الفتاتين في محافظة البصرة، المحافظة المعروف عنها بأنها محافظة عشائرية، محافظة كيف يتم الاعتداء على فتاتين بهذه الطريقة، وما هي المعلومات التي لديك أكثر عن هذا الفيديو الصادم؟ الحقيقة أنا رغم أني نشرته وتكلمت عنه، لكن تجنبت قدر الإمكان أني أبعوعله وأني أشوفه وأشوف تفاصيله، وهذه أول مرة أشوفها من البداية للنهاية هي ببرنامجكم. الموضوع جدا صادم، وحوادث التحرش الجماعي هي حوادث دخيلة على مجتمعنا العراقي بالذات، كنا نشوفها بهواية بلدان ما أحب أني أذكرها، ولكن لم تكن تحدث في العراق، وحدوثها هو أمر يعني هي طامة كبرى، هي فشل بالمنظومة الاجتماعية والأخلاقية والمنظومة القانونية، لأنه للأسف مثل ما حضرتك جاي تشوفين هم طلعوا الفتيات بدون عقاب الموجودين، بدون تهديد الموجودين، بدون القبض على الموجودين، موجودين بقوا يصورون ويضحكون وانتهى الأمر. بالنسبة للفتيات كانت ليلة مأساوية، وبالنسبة للموجودين كان مجرد أمر مضحك وممتع بالنسبة لهم، ونشروه راح يتم تناقله. المعلومات اللي عندي أنه ما تم القبض على أي شخص إلى حد الآن، تم إخراج الفتيات بحالة يرثى لها، ولكن الشباب الموجودين. هل لديك معلومات عن الفتيات أين هم؟ للأسف لا، لكن لم يتم القبض على أي شخص، لم يتم توجيه الاتهام إلى أي شخص، وأغلب الاتهامات هي للفتيات بملابسهن، أنهن كان اللابسات شيء غير مناسب، وكأن أخلاق الفرد العراقي أصبحت مرهونة بملابس المقابل. إذا أنت لابس لبس على مزاجي أنا راح أكون محترم، وإذا كنت لابس لبس مو على مزاجي ومو على مزاج عادة تقليدي أنا من حقي أني أكون إنسان غير محترم وأسقط منظومتي الأخلاقية وأتحرش بيك وأخليك تتعرض لهذا الشيء المريع. طيب ماذا عن يعني شاهدنا في الفيديو، كان هناك مجموعة من الناس يشاهدون يعني ويصورون، كيف تقيمين هذه الحالة؟ أليس من المعيب جدا؟ أين وصلنا؟ أين وصل المجتمع العراقي؟ دعيني لا أخصص فقط المجتمع العراقي، المجتمع العربي بشكل عام، هل وصلنا إلى يعني الاستمتاع بهذه المشاهد؟ أنا آسفة، ولكن هذه الحالة يعني هذه الحالة صار لنا سنوات خائفين أن نوصل إلها، هذه الحالة صار لنا سنين نتكلم عليها، نتكلم لازم يكون أكو رادع قانوني، لازم أكو تصرفات قانونية حقيقية، لازم أكو منظومة قانونية تحارب التحرش وتعاقب وتكون رادعة، لأنه لما ما تكون أكو عقاب رادع هذا اللي جاي نشوفه، تحرش جماعي، وهذا هو ليس الأخير. إذا لم يتم هناك محاسبة للموجودين، معاقبة لهم، تلقينهم درسا ليكونوا عبرة للباقين، راح تبقى المرأة العراقية مستباحة ما دامت لا ترتدي على مزاج الشعب. ربما أنا وأنت وربما غيرنا من بالنسبة لهم لا نرتدي الحجاب الإسلامي أو نرتدي الرداء المناسب لهم، ممكن نتعرض لهذا الشيء بكل سهولة. فشنو راح يكون رد فعلنا؟ أنا ما يعني فقط بالي مع هالبنات هذه شنو بهم ببلدهم، ما جاي يشعرون بالأمان، ما جاي يشعرون أن القانون الشرطة طلعوهم وهذات ست، هذه خلص الموضوع، ماكو عقاب، ماكو سجن اللي تسببوا بهذا الأمر لهم. طيب. فهذه الحالة اللي إحنا كنا نخاف نوصل لها وصلنا لها للأسف. طيب فاتن، يعني اليوم كيف يمكن معالجة ما وصل إليه المجتمع العراقي؟ هل هناك أمل بمعالجة هذا الواقع؟ نحن نتحدث يعني عن مرحلة خطيرة فيما وصل إليه بالنظرة إلى المرأة، بتقييد حرية المرأة، بالعنف الذي تتعرض له المرأة بشكل يومي وبأعداد كبيرة وكميات كبيرة في الشارع، في العمل، في المدارس وفي كل مكان، ليست محمية. كم مرة ظهرت بهذه الشاشة، ما راح أذكر بعض الشاشات ولكن هذه الشاشة، وذكرت أنه الحل قانوني، قانون ثم القانون ثم القانون، ولكن القائمين على القانون والموجودين بالمشهد السياسي أجنداتهم تختلف عن مصلحة المواطن العراقي والمواطنة العراقية، أجنداتهم تختلف تماما عن أنهم يحولون. ما الذي يفعله القانون أمام العشيرة؟ اليوم هناك أيضا سلطة عشائرية، وليش من رأيك أكو سلطة عشائرية؟ لأن القانون ليس قويا كفاية، لأنه اللي بالمشهد السياسي مشغولين بتقسيم الكعكة وتقسيم الأرباح وتقسيم الوزارات وتقسيم المقاعد البرلمانية، وما مصلحة الشعب ليست في مقدمة أولوياتهم أو أجنداتهم، فطبيعي راح تكون العشيرة راح تتسلق على القانون، والمتحرش يتسلق على القانون، والقاتل يتسلق على القانون، وبالنهاية الضحية منه الضحية المستضعفين اللي هم النساء والأطفال. ولهذا في البرلمان العراقي أكثر من مرة يتم تمرير قانون العنف الأسري ويتم رفضه من بعض المتدينين والأحزاب الإسلامية.
أنا رح أرجع للحادثة اللي ما فيها من خطورة كبيرة، بسبب أنك أنت ذكرتي أنه تم إطلاق لم يفعلوا شيء لمن اعتدى على لم الفتيات. لم يتم القبض على فاعل. هذه يعني كارثة بحد ذاتها فاتن، إن كنت تتفقين طبعًا معي، وهذا ربما سيعطي المبرر لآخرين للاعتداء على فتيات آخر. لم تكون الأخيرة. يعني يعني لابد اليوم من المحاسبة، من إيصال صوت أنه يجب محاسبة من قام بالاعتداء على هاتين الفتاتين منعا لتكرار الحادثة فقط لا غير. حق نساء العراق مهدور، كان مهدور ولا زال مهدور وراح يبقى مهدور إذا بقت هذه العملية، إذا بقوا هذول الناس ماسكين المشهد، وإذا بقت قوى الأمن هذه عقلياتها. أنا متأكدة وأكاد أجزم أنه هذول البنات لما تم إنقاذهم من قبل الشرطة سمعوا كلام حتى من الشرطة، لانه احنا حتى هذا مؤشر خطير فاتن. الا تعتقدين انك تبالغين قليلا؟ لا، لانه احنا كل احنا كنساء مرينا بهذا الشيء. نعم. لما نروح نستنجد يطردوننا من المركز. انا احد من اسرتي، مراه من اسرتي تعرضت لعنف، راحت لمركز الشرطه، الشرطه اللي بباب طردها وقال لها الضابط ما موجود، والضابط كان موجود. هذه منظومه تقمع النساء، منظومه قانونيه ومجتمعيه وعشائريه منذ عشرات السنين ولازم تتغير. نعم. انا ما ابالغ لكني واقعيه لدرجه الالم ربما، لأن الواقع موجود قدامنا وهذا اللي جاي نعيشه. على الأسف فاتن، يعني نتمنى أن يكون واقع حال المرأة في العراق وفي العالم أفضل في الفترات القادمة بوجود أصوات مثل صوتك، ويعني بتسليطنا الضوء دائما على هكذا قضايا تعتبر من المحرمات مجتمعيا لكنها تحدث باستمرار. شكرا لك جزيلا الناشطة المجتمعية فاتن خليل. عفوا. ليس بعيدا كثيرا عن الواقع الذي استعرضته قبل قليل، قبل سنة من الآن كان العراقيون أمام استحقاق شعبي من المفترض أنه أجري لينهي حقبة من الصراعات السياسية التي عطلت كل شيء في البلاد، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما. إذن في المانشيت الأحمر الثالث نتوقف عند عام كامل مر على العراق منذ إجراء الانتخابات التي كانت تسمى في وقتها مبكرة، والآن وبعد عام كامل يتلخص المشهد السياسي في حكومة بلا موازنة وبرلمان معطل وشارع غاضب، والأهم من كل ذلك هو غياب الحلول. أي حلول لهذه الأزمة غائبة تماما، وهو أمر يثير قلقا أكبر على مستقبل البلاد، خصوصا في ظل ما جاء بإحاطة المبعوثة الأممية إلى العراق أمام المجتمع الدولي التي حذرت من حمام دم في البلاد. نتوقف عند استطلاع سريع لآراء الشارع العراقي حول مرور عام على الانتخابات المبكرة. هتؤكد مواطنون ضرورة إنهاء الفوضى السياسية والالتفات لقضايا الشارع، عدم تعطيل مصالح الشعب. نتابع. إهمال للناس ومن خلال عدم إقرار الموازنة، موازنة عام 2022، ونحن نشارف على نهاية هذه السنة والبلد بدون حكومة وبدون حسابات ختامية. أعتقد على الحكومة العراقية وعلى السياسيين العراقيين مراجعة يعني العملية السياسية برمتها من خلال خرق هذه القوانين وخرق الدستور. يعني احنا هسه حاليا بسنة 2022، يعني الموازنة لسه ما قارية، أغلب الشباب هسه كلهم خريجين، يعني لا تعيين لا كل شيء، يعني أغلب الشباب خطية قاعد تشتغل يعني أعمال حرة، وأغلب الشباب هسه احنا قاعدين يعني لا شغل لا عمل لا كل شيء، يعني نطالب من الحكومة يعني حل. يعني سنة 22 واحنا موازنة ما قارية لحد الآن، يعني نطالب الدولة نطالب الحكومة خلي يشوفون حل لهاي الشباب. والله أغلب الشباب هسه قاعد يعني بالشارع لا شغل ولا عمل. للأسف ما جاي ينظرون لهذا الشعب المسكين، البطالة، الشباب، الخريج، لا توجد فرص عمل أخويا، الخدمات معدومة. احنا نسألهم ونترجاهم أن يوحدون صفهم ويشكلون الحكومة بأسرع وقت ممكن. الآن يعني الوضع متردي من كل شيء متردي، من وضع الاقتصادي، وضع الأمني، يعني بالبصرة، بالبغداد، بكل العراق، يعني ماكو جدول وبرنامج لإدارة البلد من زمان، يعني من قامت من 2003 لحد الآن. البرلمان وممثليهم نقول لهم كافي صراعات على المناصب والمصالح والوزارات والهيئات،
والمنافذ الحدودية والمليارات، وانتبهوا لمصلحة الشعب. الشعب هذا صار له 20 سنة، 20 سنة هو بدون خدمات، 20 سنة هو بدون قوانين تهم حياته، تهم حياة البسطات، تهم حتى سلة الغذائية، تهم كهرباته، تهم مياه. هذا كلها من أسوأ إلى أسوأ، وأنتم الآن تصارعون بعدكم صار سنة تأخذون امتيازات ورواتب خيالية وحمايات وسيارات وإفادات وما مقدمين أي شيء للشعب. لابد من إيجاد حل للوضع السياسي أو للأزمة السياسية الراهنة في البلد حقيقة، ولكن بشرط أن يكون هذا الحل يخدم مصلحة الشارع ويخدم مصلحة المواطن ولا يخدم المصالح الخاصة للكتل السياسية. حقيقة الوضع السياسي متأزم، الوضع السياسي يمر في نفق مسدود. إذا لم توضع الكتل السياسية حلول لهذه المشكلات الموجودة فبالتالي لا يمكن للشارع أن يبقى ساكت، بالتالي الوضع سوف ينفجر، وإذا انفجر الوضع سوف نصل إلى درجة من الغليان أو مشكلة لها أول ولا يكون لها آخر. خلينا إحنا يجب أن يعني تلتفتون إلى وضع البلد، يجب أن تلتفتون إلى أنه إحنا ميزات 2022 ما أعتقد راح تلحقون عليها، انتهت يعني، راح تكون ما أعرف تصرفون 1/12 وغيرها. يعني على الأقل لحقوا على ميزانية 2023، اتفقوا عليها، صنفوها. في هذا المنشط ينضم معي أستاذ الإعلام غالب الدعمي من بغداد، وكذلك من هنا من أربيل الباحث والكاتب عماد بجلان. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ منك دكتور غالب الدعمي. يعني عام كامل مرت على الانتخابات، العراق بلا حكومة بلا موازنة، والشارع يغلي، والطبقة السياسية في اجتماعات مستمرة لكن من دون أي نتائج أو أي أفق لتشكيل الحكومة. سيكون هناك حكومة في العراق أم لا؟ مساء الخير عليك وصديقي العزيز عماد باقلان. احنا عندنا مثل شعبي يقال الأكل الذي يخلو من الدهن الحر هو قفار، يسموه كلمة يعني بدون دسم. اجتماعات الحكومة العراقية خالية من الدسم، اجتماعات الكتل السياسية خالية من الدسم، يعني من النتائج، من الجدوى الاقتصادية، من الجدوى الحقيقية اللي يحتاجها المواطن. كل ما يدور الآن في دهاليز الطبقة السياسية هو ليس لخدمة الناس، وإنما لضمان حصة هذه الكتل السياسية بالحكومة المقبلة، وإن شكلت الحكومة المقبلة ولا أستبعد ذلك، ولكن تشكيلها لا يعني أننا سنعبر إلى الضفة الأخرى، لا يعني أننا سنوفر الخدمات، لا يعني أن الكهرباء ستتوفر، لا يعني أننا سنقطع دابر أولئك الذين يعتدون على الحريات الخاصة وعلى المجتمع وعلى الأسر، لا يعني أننا سنبني وطنا فيه الإنسان يعيش بكرامة. الآن الشيء المفقود أننا فقدنا العامل المشترك الرئيس الذي يربط كردستان ببغداد بالبصرة، هو الوطن. لم يعد الوطن هو المعيار الرئيس الذي على أساسه يكرم الإنسان، تفاصيل كثيرة يبحث عنها الساسة. لذلك أنا أرى المشهد السياسي معقدا في غاية التعقيد، والساسة بعيدون جدا عما يفكر به المواطن العراقي. فهم اليوم على سبيل المثال يفكرون بإيجار العشوائيات اللي مبنية من الصفيح بدلا من أن يبنوا مشاريع لهم. تصوري بما أننا نتكلم عن كرامة الإنسان، مشروع بسماية الشقة الواحدة 120 متر تكلف الحكومة بحدود 40-50 مليون دينار، هم يبيعوها على المواطن 120-130 مليون. هذه السبعين مليون بحد ذاته، ولا لماذا هذا غالب؟ دعني أتوقف عندما قلته مع السيد عماد بجلان. نعم صوري. نعم ما. أكيد سيد عماد بجلان، يعني نعم الدكتور غالب الدعمي الوطن العراقي، وقال بأنه العملية السياسية ليست دسمة اليوم، وكل اجتماعات العراقيين ليست دسمة. ربما يعني تأخرنا عليك قليلا وأشرت إلي على هذا التأخير عذرا، ولكن ربما تابعت معي المانشيت الأول والثاني سيد أكيد. عماد باجلان، يعني كل هذا يجري وما زالت الطبقة السياسية بين حديث المشكلة كردية كردية، لا المشكلة شيعية شيعية. متى ستتشكل الحكومة؟ نعم، بداية ستريم تحية لك ولمشاهدين قناة الشرقية الأكارم. يعني أنت سألتي الأستاذ غالب الدكتور العزيز
هل ستتشكل حكومة؟ أكو عندنا أغنية عراقية مشهورة للفنان الراحل سعد الحلي يقول ما ظنيت ما ظنيت. يعني صعب كثير صعب يعني من الصعوبة تشكيل حكومة في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي لأنه باختصار وببساطة بعدما قامت ثورة تشرين قبل عامين أو أكثر قبل عامين قامت ثورة تشرين ومخرجات ثورة تشرين كانت هذه الانتخابات التي أجريت وفق قانون جديد قانون تعدد الدوائر وتغيير المفوضية إلى آخره ولكن عندما أجريت انتخابات والانتخابات أفرزت واقع جديد الأحزاب لم يقبلوا بهذه النتائج فهنا البركة في الأحزاب أن الوضع العراقي من سيء إلى أسوأ أن المواطن العراقي لم يعد له أي حرمة حتى في بلدان في العراق وفي باقي البلدان كما أشرت في المانشيت الأول يعني مأساوية يعني مسألة يعني يندى لها جبين إنساني وكثير من الأمور يعني لا نستطيع العد والإحصاء بماذا أوصلوا إليه العراق من ذلة ومهانة الشعب العراقي الآن يغلي يوم أمس كانت هناك جلسة برلمانية والشعب كان الشارع كان جلسة اعتيادية ليس لها علاقة بتشكيل الحكومة جلسة أقل من اعتيادية أتصور 160-170 نائب كان موجودين والوضع كان متأزم والحكومة أغلقت الكثير من الشوارع فما بالك أنه يتحدون الشعب ويذهبوا إلى تسمية رئيس جمهورية أو رئيس وزراء الشعب أثاروا عن هذه الكتل التي كانت تحكمهم طوال السنين. هذه نقطة مهمة أنهم يتحدون الشعب. نعم. دكتور غالب من أين يعني هذا السياسي يملك الجرأة اليوم لأن يتحدى الشعب العراقي ويمضي من بعكس إرادة هذا الشعب بعكس إرادة هذا الشارع على ماذا يستند هذا السياسي العراقي أو هذه الطبقة السياسية؟ يعني إذا بلاس خارت يعني قبل يومين وبختهم يعني بشدة فعلى ماذا يستندون؟ يوم الجلسة أنا كنت في بغداد وحقيقة في يعني أثناء عودتي إلى من جامعة إلى البيت عانيت بصعوبة كبيرة حتى أصل إلى بيتي بسبب هذه حولوا بغداد مركز بغداد اللي تسمى بغداد اللي إحنا الكاظمية سابقا ما نقول عليها بغداد مركز بغداد تحول إلى ثكنة عسكرية تامة تحول إلى سجن كامل القيود والكتل الكونكريتية حوطت بغداد بحيث أنشأت منطقة خضراء ثانية وثالثة إذا كنت دخلت بغداد سابقا أغلقت الجسور إلى باب المعظم إلى شارع حيفا ومن الجهة الأخرى إذن هم اليوم وضعوا نفسهم من الشعب خوفا من الشعب خوف محتمل يعني بهذه الطريقة يعني لا يفكروا أنهم لاحقا سيقتص منهم الشعب إلى متى سيبقون في هذا التعامل وهم يعلمون جيدا ويدركون جيدا ويعرفون أن هناك طريقا واحدا لأن يعيشوا مع الشعب وهو خدمة الناس هل من المعقولة بما أن أستاذ عماد من أربيل البيت في أربيل ممكن بتسعين مليون طابقين الشقة في بغداد 300,000 دينار دولار ما تحصلها في أي في مركز في مكان بعيد عن بغداد فهذا الفارق الكبير اللي يعيش الآن دكتور غالب يبدو أنك مهتم جدا بموضوع العقارات لذلك وضعوا نفسهم في هذه ببغداد والله الان انا ما املك بيت ببغداد انا حقيقه مستاجر في بغداد املك بيت في محافظه اخرى ولكن للاسف الشديد يعني للباحث اللي عايش في حياه كريمه والدستور العراقي اللي هم يقولون نحن نريد ان نطبق الدستور والدستور العراقي يقول على الحكومه ان توفر حياه كريمه وتوفر السكن لكل مواطن نعم باسعار ولكن ليس بهذه الطريقه التي نراها اليوم لذا فإني أرى أن هناك تمام. مسافة واسعة ملايين المسافة الملايين يعني الكيلومترات بين المواطن والكتل السياسية نعم سيد عماد باجرا يعني دكتور غالب الدعمي مواطن عراقي ودكتور يعني لا يملك بيت في بغداد هذا ربما يلخص المشهد السياسي كله
ألم تكتفي هذه الطبقة السياسية من عمليات الفساد؟ لماذا لا تعطي قليلا للشعب؟ يعني العراقيين أيضا هم أحق بثرواته من هذه الطبقة السياسية. يا سيدتي، أولا يجب أن نعذر هذه الحكومة الحالية، لأنها أولا حكومة تصريف أعمال وليست لديها أي صلاحية، ومحاربة من قبل الكتل الفاسدة. ثانيا، الكل نتذكر فريق أو فرقة أبو رغيف الذي كان يحارب الفساد. هذا الفريق بفترة وجيزة أعاد إلى خزينة الدولة أكثر من مليارين دولار من الصفقات المشبوهة والفساد. ماذا كانت النتيجة؟ أن الأحزاب والتعاون مع المحاكم ضربوا هذه فرقة التحقيق أو الهيئة، ما كانت تسمى فرقة أبو رغيف، وأصبحوا مدانين، والفاسدين هم الذين اكتسبوا البراءة. يعني ما يحدث في العراق حالة فريدة من نوعها، حالة فريدة. هؤلاء الأحزاب لأنهم منتفعين من الفساد ولا يهمهم المواطن العراقي ودم المواطن العراقي وكرامة المواطن العراقي، كل ما يهمهم أن الفساد يستمر. ببساطة كان هناك تيارين، يعني خطين بعد إجراء الانتخابات. خط يريد الإصلاح ويدعو للإصلاح، الذي هو خط السيد مقتدى، صحيح، سماحة السيد مقتدى التيار الصدري، يدعو إلى الإصلاح وتطبيق الإصلاح. والخط الثاني لا، يقول لنتريث الآن، لنتريث عن تطبيق الإصلاح ونذهب للمحاصصة، لأنهم لم ينجزوا مهامهم ولم يشبعوا من ثروات وخيرات العراق التي بنت دول والشعب العراقي الفرات أوسطي والجنوبي يعيش في ذلة ومهانة. لذلك الحكومة الحالية كان الله بعونها، يعني أتت في أصعب المراحل، صحيح، في جائحة كورونا والركود الاقتصادي، واستطاعت أن يعني تنقل العراق إلى بر الأمان، وسارت العملية بسلاسة. ولكن الحرب التي تشنها الأحزاب ضد الحكومة يوم أمس أو قبلها أو اليوم، حتى البرلمان ضد هذه الحكومة، لأنه أغلبية البرلمان من الأحزاب. على كل حال، الحديث في هذا المانشيت سيد عماد لا ينتهي، لنا متابعة في هذا المانشيت. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي عماد باجلان من هنا من أربيل. الشكر موصول إلى أستاذ الإعلام الدكتور غالب الدعمي من بغداد. شكرا لكما ضيفينا الكريمين. وإلى هنا نختتم مانشيت أحمر لهذا اليوم. موعدنا يتجدد معكم يوم غد بمانشيتات جديدة. إلى اللقاء.